نهب أدوية بنصف مليار دولار من الخرطوم. نجل بايدن يواجه السجن لمدة 10 سنوات. بزي الشيف هروب جندي بريطاني سابق من السجن. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث. قال وزير الصحة السوداني إن السلطات لا تعرف مصير أدوية ومستلزمات طبية قيمتها نحو 500 مليون دولار منذ سيطرة قوات الدعم السريع على المخزن الرئيسي للإمدادات الطبية في الخرطوم. وذكر الوزير أن قوات الدعم السريع سيطرت على المخزن منذ نحو 3 أشهر، مضيفا أنه لم يتم تحقق بعد من حجم الأضرار أو حجم النهب الذي تم لأدوية ومستهلكات طبية أخرى. هذا وأشار الوزير السوداني إلى أن نحو 180 مستشفى ومركزا صحيا خرجت عن الخدمة كليا في ولاية الخرطوم بسبب القتال الدائري منذ أبريل الماضي. أعلن الجيش اللبناني اليوم إحباط تسلل نحو 1200 سوري إلى لبنان الأسبوع الحالي، في ظاهرة يتم الإعلان عنها بشكل متزايد مؤخرا. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحداتنا خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود السورية اللبنانية. من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن ما يشغل الحكومة هو موجات النزوح السورية الجديدة عبر ممرات غير شرعية، مؤكدا أن الجيش والقوى الأمنية يبذلون جهودا لمنع قوافل النزوح غير المبرر. يعتزم القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل نهاية الشهر الجاري في جريمة فيدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية. وقال المدعي ديفيد فايس الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، قال إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح، والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن مدة 10 سنوات. بدأت السلطات البريطانية عملية مطاردة في جميع أنحاء المملكة بحثاً عن جندي بريطاني متهم بالإرهاب بعد تمكنه من الهروب من سجن وانزورث جنوبي لندن. وأطلقت الشرطة نداءً لطلب المساعدة من المواطنين وسكان المنطقة القريبة من السجن في العثور عليه، كما أعلنت المطارات عن حالة تأهب واستنفار لمنع الهارب من الفرار خارج البلاد. والجندي السابق الهارب يدعى دانيال عابد خليفة، يبلغ من العمر 21 عاماً وكان محكوماً بتهمة الإرهاب، لكنه هرب من السجن مرتدياً زي شيف مطبخ للسجن. أشار برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له لاحتمالية مواجهته أزمة نقص في التموين، والتي قد تجبره على تقليص مساعداته في وقت وصل فيه معدل الجوع الحاد إلى مستويات قياسية. التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي أكد بأن نحو 345 مليون شخص في العالم يواجهون خطر المجاعة، في حين أن ما يقارب 40 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة مستعجلة.